معاكم كيم هاجر. في الفيديو ده هنودع 2023 ونرحب ب 2024. هنعمل مع بعض نتيجة 2024 بشكل جديد، وبجد انا متحمسة للفيديو ده جدا عشان انا تعبت فيه جدا، وكل صورة من الصور اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي او اللي انا عاملاها في كل شهر من الشهور انا اللي مظبطه تقريبا النتيجة دي من ساسها لراسها، يعني عارفة من الصفر كده لغاية ما وصلت للشكل اللي قدامكم ده. فيلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. ثانية واحدة قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش اللايك يا جماعة، وتكتبوا لي التعليق بتاعكم الأمر ده. وحاليا بقى يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مبدئيا أول حاجة كده في الفيديو، تقدروا تعملوا الفكرة دي بأي حاجة يعني عندكم، أي نتيجة لو هتطبعوا نتيجة أو أي حاجة عادي، بس أنا حبيت إن أنا أعملها المرة دي سبيشال، فحبيت إن أنا أضبطها كده، وقعدت تقريبا بتاع نص شهر كامل بس بظبط بس في الورق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وبعد كده طبعته وهقصته عشان نبتدي رحلة الكفاح مع النتيجة دي، عشان بجد النتيجة دي خدت وقت كتير قوي. انا تقريبا محضراها من شهر 10، كنت بحضر في الورق ده من شهر 10، وتنفيذها اتعمل في اخر 11 او حاجة زي كده، فانتوا متخيلين انا بحضر فيها بقالي شهر ونص، فيعني الموضوع كان فظيع يعني. المهم بعد ما قصناها محتاجين الورق اللي احنا طبعناه ده. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي نتيجة عندكم، مش لازم النتيجة دي. ولو حابين ان انا احط لكم اللينك رابط كانفا مثلا بتاع الصور دي، لان انا كنت مظبطاها على برنامج كانفا، وممكن ابعته لكم الصور دي. محتاجين كمان كرتون في الفكرة بتاعتنا، دبابيس ورق، وكمان عدان من عدان الشيش طاووق دي او عدان الاكل، والخرامة بتاعتنا مقص وقلم رصاص ومسطرة، وكمان الجلوستيك، واكيد اكيد الشمع معانا، ده حاجة اكيدة يعني. طيب اول مقاس عندنا هيكون 25، وده مقاس الجزء اللي تحت، اللي هو الجزء اللي تحت المفروض هيتركب عليها الجنبين والجزء اللي فوق. والمقاس ده انا قصيت منه المفروض 4، بس انا بعد كده يعني لزقت 3. يعني اللي انتوا هتحتاجوه منهم من المقاس ده 3 قطع زي المقاس ده بالظبط. بعد كده هخش على الجنبين بتوعنا هما نفس المقاس، محتاجين 6 قطع، مقاسهم من فوق 2.5، من تحت 5، ومن الجنب او الطول بتاعهم 17. ماشي، يعني انا مش عارفه انا وضحت ولا لا، بس هو الجزء اللي فوق عندي في الجنب انا عملته صغير عن الجزء اللي تحت، يعني الجزء اللي تحت 5 انا عملت اللي فوق 2.5، وطوله عملته 17، ما عملتوش نفس طول البتاع عشان هيبقى طويل جدا يعني. وانتوا طبعا المقاسات اللي انتوا عايزينها اعملوها. انا عملته 6 ليه؟ عشان في جنبين 6 قطع محتاجينها منه، عشان في جنبين. وليه انا لزقت 3 مثلا كراتين في بعض، او 3 يعني من 3 من نفس المقاس مع بعض؟ عشان سمك الكرتون رفيع اللي انا بستخدمه، ف يعني حبيت ان يبقى السمك بتاعه احسن لو 3 مع بعض، فعملت لزقت 3 مع بعض عشان يبقى السمك تخين شويه. بقى بعد ما خلصنا لزق كده، ابتديت اشوف لو في حاجة زيادة عن حاجة اقصها، واخترت اللون ده ان انا اغلف بيه، يعني حسيت ان انا اللون ده كده اول مرة اجيب حاجة لونها زي كده مثلا، واعمل حاجة باللون ده، فقلت اعملها. غلفت بقى، هغلف القطع اللي تحت والجنبين. طيب بعد كده لزقت الجنبين، وهلزق تحت كده جزء خشب زغنطوط
يعني قطعة خشب الغنطوطة خالص، ان هي بحيث ان الجنب يلزق بالقاعدة من تحت بتاعة النتيجة، بس يعني الحاجة دي مش ضرورية. بعد كده هلزق شيش التووج، عود الشيش التووج او العود الخشب ده، عشان ابتدي ان انا اعلق عليه النتيجة بتاعتي. وبعد كده هبتدي ان انا اخرم الورق بتاعي، والخرامة دي يعني اشتريتها في وقتها والله، كويس ان هي جت. بس للأسف يعني وانا بخرم الورقة القدامانية، بس يعني دي غلطة مني، مش من الخرامة ولا اي حاجة، الورقة القدامانية دي من الجنب ده اتقطعت، بس انا يعني حاولت اصلحها يعني، بس هي اتصلحت وبقت زي الفل يعني. بجد بجد انا مبسوطة بالنتيجة دي قوي، عشان انا مصممة الورق اللي هو اللي انتم شايفينه قدامكم ده، انا مصممة ورقة ورقة من الورق ده، وكنت تعبانة فيه جدا، فمبسوطة بها بطريقة فظيعة عن النتيجة بتاعت السنة اللي فاتت، رغم ان النتيجة السنة اللي فاتت كانت يعتبر اول نتيجة ان انا اعملها بايدي كده واعملها في القناة. فما تنسوش هسيب لكم رابط نتيجة السنة اللي فاتت لو حابين تعملوا بتاعت السنة دي او السنة اللي فاتت عادي، اي نتيجة عادي. جبت بعد كده الدبوس الورق، وخدت القطعة الصغيرة اللي جوه ماشي، قصيتها بايه؟ قصيتها بالبنسة، تقدروا تقصوها بالمقص، بس يعني الافضل ان انتوا تقصوها بالبنسة. بس هاخد الدايرة اللي جوه كده الزونطوطة دي وهعلقها، تقدروا كمان تستبدلوه بسلك عندكم، اي سلك عندكم. وكمان عملت كده 2024 بالصلصال الفوم اللي انا بقيت مهووسه بيه، وشويه ورد كده، ولزقتهم على النتيجه، وبقيت عندنا النتيجه القمر دي. النتيجه دي معموله يعني بكل حب بامانه. النتيجه دي انا عاملاها كل شهر في فرقه من الفرق اللي انا بحبها من الكيبوب، فلو حابين ان انا اسيب لكم الرابط بتاع مثلا النتيجه دي تحت هسيبه لكم عادي، ولو انتوا حابين مثلا عايزين تغيروا الصوره او كده ممكن برضو اقول لكم ازاي، بس اكتبوا لي تحت في التعليقات يعني، عشان اعرف لو انتوا حابين ان انا انزل لكم الرابط ولا لا. وبكده اكون خلصت. انا عايزه اقول لكم ان في الشهر اللي هو محطوط عليه اكسو ده، الشهر ده انا نسيته اصلا ان انا اطبعه، وطبعته لوحده فرق لوحده، ف الموضوع كان يلخبط كده حبتين، وعماله اعد كل شويه الاقي في ناقص شهر. كويس ان انا يعني عديت الورق اللي انا ما كنتش عديه. وبس كده نكون خلصنا الفكره بتاعتنا النهارده. اتمنى لكم ان السنه الجايه تكون افضل كمان من السنه اللي فاتت، ويا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه عن قريب. وبس كده ما تنسوش تحطوا لي لايك، تشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناه. وكمان شكرا جدا على تعليقاتكم القمر اللي بتجيلي، انا بقراها وبحاول ارد عليها كلها، متشكره جدا على كل شخص بيكتب لي تعليق حلو. بس كده الفيديو الجاي ان شاء الله يكون في 2024. شكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بس كده، باي.